محمد نوفل السرغيني، مدير ديال مؤسسة هايتك العليا، مؤسسة مختصة في التسيير وفي الهندسة، موجودة من 35 عام، خرجت أجيال وأجيال من الطلبة، ومازال إن شاء الله نزيد نخرجوا أجيال أخرى. المدرسة طورت واحد البرنامج مع الشركاء ديالها، لأن حسيت باللي التلاميذ محتاجين لواحد التسيير، واحد لاكومبانيومون جديد اللي مختلف على داك اللي كنا نشوفو قبل، لأن العالم تبدل. الهدف ديال المدرسة كيبقى واحد، اللي هو أي خريج من المدرسة خصو يلقى خدمة مباشرة بعد نهاية ديال الدراسة ديالو. إذا في هذا الإطار هذا طورنا واحد البرنامج مع الشركاء ديالنا باش نتقربوا من داك الخريج ديال البكالوريا، باش نعطيوه الوسائل باش ينجح التوجيه ديالو أولا، وفي داك الشعبة اللي يختار يوصل حتى الآخر ويلقى خدمة إن شاء الله. دونك هذا البرنامج فيه ثلاث مراحل. المرحلة الأولى كنمشيو حنا عند التلامذة في المدارس ديالهم، كنحاولوا نتقربوا منهم ونفهموا كيفاش دايرين، يعني غادي نشوفوا عن طريق اللعب، نحببوا غادي نعرفوهم شنو هو الثقه في النفس، يعني بزاف التلاميذ ما كيعرفوش، خايفانين مرة كيقول لك انا مزيان ولكن ما عارفش كذا. دونك ديجا اول حاجه الثقه في النفس، ثاني حاجه كيفاش يجيري داك القلق ديالو مع الامتحان، لان كلشي كيقول له البكالوريا البكالوريا، يعني كيوصل داك كاين شي وحدين كيكونوا مزيانين في المسار ديالهم كيوصل داك البكالوريا كيتبلوكا كيخسر كلشي ما كيدوش مشي حاجه مزيان. دونك كنعلمهم شنو هو جيستيون دو ستريس، ومن بين عاوتاني الحوايج اللي كنعلمهم كنقول لهم كيفاش حنايا كفرقه غادي نقدروا نخدموا كل واحد بالدور ديالو وغادي نوصلوا لواحد الهدف جماعي، لان حاجه مهمه، لان في الشركه هادشي باش كنخدموا به. حنا كاملين كتكونوا في شركه فرقه كتكون خدامه عندها واحد الاوبجيكتيف خاصها توصل له كفرقه، يعني كشخص واحد. دونك هادو كنعطيهم لهم في المرحله الاولى. المرحله الثانيه هي اللي كاينه اليوم، سباق مسابقه منافسه ما بين تلامذ المدارس كاع اللي جاوا عندنا، ولكن ماشي غير مسابقات، كاين غادي يكون واحد اوراش مختصه في التوجيه اللي هذه تشرح للتلامذ، تعطيهم واحد الوسائل جديده باش يعرفوا كيفاش يختاروا الشعبه اللي مناسبه معاهم. كلشي ما يمكنلوش يكون طبيب، وكلشي ما يمكنلوش يكون مهندس، وكلشي ما يمكنلوش يكون معلم، يعني كل واحد والطاقات ديالو، كل واحد والمواهب ديالو، خص غير يعرف شنو هما هاد المواهب هادو. دونك هاد الورشات الاوراش هادي يكونوا الهدف ديالهم هو هذا. والمرحله الثالثه هادي يجيو عندنا التلامذ واولياء الاباء ديالهم عندنا، وغادي نعطيهم واحد الفكره كيفاش حنا تعاملنا مع هذوك التلاميذ، هذوك الوليدات ديالهم، وشنو فهمنا من خلال داك الاورش اللي درنا معاهم كمختصين، شنو فهمنا في داك البروفيل ديال داك التلاميذ، شنو اللي خصو كنظنوا خصو يدير، وشنو كنظنوا ما خصوش يدير. والاختيار كيبقى في الاخير ديال التلميذ ماشي ديال الاباء، لان التلميذ هو اللي كيقرا. الاباء كيعاونوا التلاميذ، كيعاونوا وليداتهم، كيصرفوا عليهم، كيحاولوا يوجهوهم، يقريو، ولكن او فينال خص هذاك التلميذ يختار شي حاجه اللي مناسبه له، لانه هو اللي ديك الخمس سنوات المقبله ولا السبع سنوات المقبله هو اللي يكون كيقرا، هو اللي يكون يمشي للمدرسه، هو اللي يكون، خصو يكون عنده داك الحافز، خصو يكون عنده داك لا موتيفاسيون. دونك حنا هاد الوسائل هادو كنبارطاجيوهم حنا مع الوالدين مع التلاميذ باش يختاروا الشعبه اللي مزيانه، باش ان شاء الله في نهايه المسار الدراسي ديالهم تكون عندهم مؤهلات باش يلقاو الخدمه في اسرع وقت ممكن. فكره جات من المسار ديالنا حنا الشخصي، حنا قبل ما ناخذوا التسيير ديال المدرسه حنا مقاولين، دونك مقاولين من الخارج، جينا حلينا الفرع في المغرب وبغينا نخدموا الناس. لقينا ان ما كاينش واحد التجاوب مع الناس، كتلقى الناس عندهم تقنيات وما كيعرفوش يهضروا، ولا عندهم ولا ما كيعرفوش يشرحوا المسار ديالهم، يعني كاين مشاكل، واحد المشاكل اللي عندها علاقه مع الثقه في النفس، علاقه مع كيفاش نوصل واحد الفكره، كيفاش نبيع راسي، حيت حنا فينا المره كنبيعوا راسنا باش نخدموا. دونك لقينا كاين واحد النقص. تقربنا من مدرسة هايتك، خدينا التسيير ديال مدرسة هايتك، ودابا بالفكرة ديالنا حنا كمقاولين كنخدموا خريجين، جينا قلنا دابا حنا كنكونوا الخريجين اللي يمكن نخدموهم من بعد، شنو ناقصهم؟ وبدينا كنقادو. دونك البرنامج جا هكذا، جلسنا مع الشركاء ديالنا، بقينا كنخمو كيفاش يمكننا نجيبوا طرق جديدة مبتكرة باش هاد التلامذ اللي في الآخر كيطلبوا هذا الشيء، لان حنا كنشوفوا العينين ديالهم ملي كنهضروا معاهم كيتبدلوا، يعني ملي كتبقى تهضر مع واحد كتهضر معاهم بواحد الطريقه وكتقرب منهم كتشرح لهم، راه التلاميذ ماشي اغبياء، التلاميذ تبارك الله عليهم نابغه، خصك تعرف تهضر معاهم. يعني حنا كنقولوا لا هو التلميذ مغربي كسول، التلميذ مغربي صليب وما كيدير، شيء ما كاينش منه. حنا تقربنا من التلاميذ، شفنا تبارك الله اكثر من 2000 تلميذ، نقدر ناكد لك ان ملي كتلقى له كيفاش تهضر معاه العينين ديالو كيتبدلوا، هذاك هو الهدف. دونك ان شاء الله هذا البرنامج الدوره الاولى ديالو هي هذا العام، غادي يكونوا دورات اخرى العام الجاي والاعوام المقبله ان شاء الله، وكنتمنى
يتعمم ما يبقاوش غير في الرباط. نتمنى العام الجاي نمشيو لمدن اخرى لان هذا الاحتياج كاين ماشي غير في الرباط، كاين في المدن كاع كلها. نبداو بالرباط ونشوفوا شنو غتعطي ان شاء الله، ان شاء الله بالنجاح ونمشيو لمدن اخرى ان شاء الله. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.